أهلاً أصدقائي، أنتم تستعدون لمتابعة سلسلة إم عن الروح القدس، أريد أن أشجعكم، من فضلكم أمسكوا الدليل. الدليل هو بالطبع الكتابة التي تتبع هذه الرسالة والتأملات والكتاب التطبيقي. ودعوني أقول لكم لماذا هذا مهم. أرى أن هذا التأمل يقوينا في الإيمان وفي كلمة الله. وبينما تقرؤون التأملات والكتاب التطبيقي، لدينا اشياء معموله بدقه حتى تنشط ايمانكم بحق وتدفع ايمانكم وتجعلكم تتعمقون في هذا الموضوع المهم للغايه والروح القدس هو الاقنوم الوحيد من اللاهوت الموجود بالفعل على هذه الارض وهو الذي يظهر ويمجد ويعظم ربنا يسوع المسيح كلما عرفناه اكثر نعرف يسوع اكثر فخذوا الدليل وسيثبت كلمه الله التي تسمعونها في هذه الفصول في قلوبكم حتى تقدروا ان تبداوا رحله حياه رائعه تعيشون فيها في علاقه مع الروح القدس اتمنى ان تستمتعوا بسلسله ام بارككم الله نحن هنا في مكاتبنا في بالمر ليك بكولورادو، وأنا سعيد جدا بوجود بعض أقرب شركائنا وأصدقائنا وزملائنا هنا، أشعر بجوعكم، أنا أشعر بامتصاص ينبع مني الآن. هذا مذهل، أنتم بديعون، أحب أن أنظر إليكم، أعتقد أنكم مملوءون من الروح القدس، لذلك أنتم بديعون. آمين. لكن ما نتكلم عنه هو الروح القدس وساقول لكم شيئا الشهر الماضي من حياتي كان حقا مذهلا منذ شهر كنت صائما والروح القدس كلمني قائلا اقرا سفر الاعمال الجزء المضحك هنا هو ان اخر مره صمت فيها قال الروح القدس اقرا سفر الاعمال فقلت حسنا وبينما كنت اقرا سفر الاعمال المره السابقه اتذكر ان ما تجلى امامي كان الرسول بولس دعوه حياته كانت ان يذهب للامم لكن بسبب محبته الطبيعيه كان يذهب اولا الى كنائس اليهود الى رفقاء اليهود في كل مدينه ونتيجه ذلك كانت انه دخل في مشاكل وكانت اكبر المشاكل التي حدثت معه كانت من اولئك اليهود وكلمني الله اثناء الصوم وقال استمر فيما دعوتك ان تفعله لانك ان خرجت عنه انت تطلب المشاكل ثم هذه المره عندما كنت اقرا سفر الاعمال ذهلت جدا اذ تجلى امامي امر مختلف تماما وهو اني بدات الاحظ من البدايه الرسل والقاده والمؤمنين في سفر الاعمال كم كانوا يتفاعلون مع الروح القدس وكم كانوا يعتمدون عليه وكم كانوا يتكلمون عنه اقصد انه كان ملحوظا جدا في كل مكان ويملا المكان فادركت انه كان جزءا حيويا جدا من حياتهم وكان ضمن كل شيء يفعلونه اسمع فقط بعض التعليقات من سفر الاعمال وهذه ليست كلها فيقول مثلا في الاصحاح الخامس ونحن شهود لهذه الامور وكذلك يشهد الروح القدس وايضا فامرني الروح بان اذهب معهم وايضا ووقف واحد منهم وتنبا بالروح وبعد ان ارسلهما الروح القدس وايضا استحسن الروح القدس ونحن ايضا منعهما الروح القدس من التكلم بالرساله حاول الذهاب الى بثينيه لكن روح يسوع لم يدعهما وايضا كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد وضع بولس في نفسه انه يجتاز في مكدونيه الا ان الروح القدس يحذرني في كل مدينه فاحرصوا انفسكم وكل الرعيه التي جعلكم الروح القدس مشرفين عليها هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ فقال لها بطرس: لماذا اتفقتما على أن تمتحنا روح الرب؟ أنتم تقاومون الروح القدس دائما، ترون كم كانوا يتكلمون عن الروح القدس؟ لذلك أنا أقول: ما هذا الذي أراه هنا؟ أنا لا أشهد ذلك اليوم في أيامي، لماذا نحن لا نتكلم عنه؟ هل توافقونني؟ لذلك سأقدم بعض الجمل الصريحة التي أعتقد أنها تحتاج أن تعلن. واحد: واقعيا لا توجد حياة مسيحية بدون الروح القدس. حسنا، بدون الروح القدس تصبح المسيحية جافة ورتيبة ودنيوية. إن أبعدت الروح القدس عن الكنيسة ستتحول إلى ناد اجتماعي أو تصبح مجرد مؤسسة دينية. لا يوجد حب بدون الروح القدس ولا توجد رؤية بدون الروح القدس وفي الواقع الكتاب المقدس يصبح قاتلا بدون الروح القدس لأن كورنثوس الثانية ثلاثة ستة تقول الحرف يقتل ولكن الروح يحيي لا توجد رؤيا بدون الروح القدس لا يوجد فرح بدون الروح القدس لا يوجد سلام بدون الروح القدس لا توجد حرية بدون الروح القدس يقول بولس في كورنثوس الثانية ثلاثة سبعة عشر وأما الرب فهو الروح وهذا شيق وأما الرب فهو الروح وحيث روح الرب هناك حرية انتظروا دقيقة أين يوجد روح الرب؟ إنه كل الوجود في كل مكان إذا نحن نحتاج فهما أفضل لما يقوله هناك ترجمة أفضل لما يقوله فتقول حيثما كان الروح ربا هناك حرية انه غير مسموح له ان يكون ربا ما معنى رب الاعلى في السلطه غير مسموح له ان يكون ربا في كل بيت في كل حياه مسيحيه في كل كنيسه وحيث لا يسمح له ان يكون ربا لا تكون عندك حريه تصبح جافا تفقد فرحك تفقد راحتك وتفقد حماسه الحياه عمري اكثر من خمسين عاما لا اصدق ما قلته وحماستي للحياة لا زالت كما كانت عندما امتلأت بروح الله في عمر التاسعة عشر في يونيو عام تسعة وسبعين إذا الآن تستطيعون معرفة عمري حسنا وأتعلمون الهدف الذي أريد أن أقوله مما نعلمه هنا هو أن أعرفكم بشخص الروح القدس يمكن أن تكتب مجلدات وأن أعظ لأسابيع عن الروح القدس هل تتخيلون لو وقفتُ هنا وكلمتُكم عن ليزا بيفير في أربع اجتماعات؟ لا يمكن، أنا متزوج من هذه السيدة المدهشة منذ ثلاثين عاماً، وسأقول لكم أمراً، لا زلت أنمو في معرفتي وفهمي لها، لشخصيتها وتوجهاتها، وأنا أنمو في ذلك كل يوم، ولا يمكن أبداً أن أكلمكم عنها في أربع اجتماعات فقط. يمكنني ان اعرفكم عليها وان اقول لكم كيف تتصلون بها وما هي افضل طريقه لتتفاعلوا معها وكيف تسمعونها وتعملون معها يمكنني ان اساعدكم لتبداوا ولكني لا اقدر ابدا ان اقول لكم كل شيء عنها فان كنتم تتوقعون ان اقول لكم كل شيء عن الروح القدس في هذه الاجتماعات فلتنسوا ذلك لان ليزا عمرها ثلاثون عاما فقط اما هو فازلي ابدي فهو اكبر قليلا من ليزا افهمتم على اي حال هناك غلطه ماساويه يقع فيها كل المؤمنين وهي انهم قد حاولوا وسعوا لدراسه وفهم اعمال الروح القدس قبل حتى ان يتعرفوا عليه معرفه حميمه كشخص اولا أنتم تقعون في غلطة كبيرة عندما تفعلون ذلك، مهم جدا أن نثبت ذلك ونرسخه في قلوبنا. إما أن الروح القدس هو شخص إلهي وهو كلي القداسة وكلي الحكمة وكلي القوة بل وعجيب في حنانه وعجيب في حساسيته وعجيب في عطفه. وليستحق ايضا حبنا وتوقيرنا وايماننا وتكريسنا وتسليمنا الكامل او ان كان الروح هو مجرد تاثير منبعث من الله قوه الهيه غامضه شيء مثل من يتصورون روح الكرم مثلا او روح الديمقراطيه الراي الاخير غير ناضج وضحل بل حتى سحري وان كان هذا ايماننا فهو يعرضنا للغرور الروحي لاننا سنكاد نتمشى بفخر وكاننا طبقه مسيحيه اعلى وننظر للاخرين باحتقار بينما اذا فهمناه على انه غير محدود في سلطانه ومجده وعظمته وقدرته وحكمته وقدسته وانه كشخص متفق مع الاب والابن ان ياتي ويجعل مقر سكناه في داخلنا ويجعل حياتنا ممتعه هذا سيجعلنا نخر على وجوهنا ونستمر هكذا في اتضاع اتتابعون اذن من يرون الله كمجرد تاثير من يرون الروح القدس كمجرد كيان الهي اتعرفون ماذا سيقولون دائما اريد المزيد من الروح القدس اما من يفهمونه على انه شخص عجيب وقدير سيقولون كيف يمكن ان اعطي نفسي له اكثر ولن تمشي بغرور روحي بسبب شعورك بانك حصلت على المزيد من شخص اخر بل تكون مدركا كيف اعطي نفسي لهذا الخالق العجيب اكثر واكثر واكثر امين احد الاسباب التي تجعل البعض يفهمون روح الله على انه مجرد تاثير اكثر منه شخص هو انهم يعتبرونه شيئا هذه الروح يقولون هذه لو كنت قد اخذت دولارا على كل مره طوال خدمتي الروحيه لثلاثين عاما كل مره سمعت فيها الروح القدس يشار اليه كشيء لكنت ثريا كثيرون يرون الروح القدس كيانا مقدسا اكثر منه شخصا قدوسا يريد ان يكون اقرب صديق لك ان تاملوا فقط في الكتاب المقدس وقرؤوه وسمحوا له ان يفتح امامهم سيدركون ان الروح القدس له عقل روميا ثمانية سبعة وعشرون يتكلم عن فكر الروح أن لديه إرادة. كورنثس الأولى 12 يقول إنه يوزع المواهب كما يشاء. لديه مشاعر كما كتب عن حبه وفرحه في روميا خمسة عشر 5 خمسة وأفسس أربعة ثلاثين يقول إنه يمكن أن يحزن وهو يعزي ويتكلم. عبرانيين ثلاثة إحدى عشر في الواقع هو يتكلم بوضوح. تيموثاوس الأولى أربعة واحد يقول ذلك وهو يعلم أنا لا أعرف معلمين بكما أعرف أن المعلمين هم أناس يتواصلون يمكن أن يحزن يمكن أن يحزنه أمر ما أفسس أربعة ثلاثين يمكن أن يهان عبرانيين عشرة تسعة وعشرين يمكن أن يقاوم أعمال سبعة واحد وخمسين ويمكن أن يكذبوا عليه أعمال خمسة ما هو انطباعنا الأول عن الروح القدس؟ إنه حمامة ولماذا؟ لأنه في الأربعة أناجيل مكتوب أن الروح القدس نزل على يسوع مثل حمامة. لكن ألا يمكنني أن أقول شيئا كهذا؟ إنها تجري كالريح، إنه قوي كالثور، هل يجعلها هذا ريحا؟ هل يجعله هذا حيوانا بأربع أرجل؟ بالطبع لا. ولكن هناك من يقول: ولكن يجون لقد شبه بألسنة النار أمام عرش الله. هل يمكنني أن أخبركم أيضاً أنه مكتوب في الكتاب المقدس ورأيت فإذا في وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح؟ بهذه الطريقة وصف يوحنا يسوع، يسوع بالتأكيد ليس حيواناً بأربع أرجل، أي خروف، بالضبط مثل الروح القدس فهو ليس ناراً غامضة مشتعلة أمام عرش الله. إذا من هو الروح القدس؟ إنه الأقنوم الثالث للاهوت. تكوين واحد سته وعشرون يقول وقال الله نعمل نحن نعمل الانسان على صورتنا على صورتنا بحسب مثالنا نحن الله لم يقل اعمل الانسان بل قال نعمل الانسان اذا نظرت الى اعمال عشره ثمانيه وثلاثين ترى الاب والابن والروح القدس كلهم معرفين بوضوح يسوع الذي من الناصره كيف مسحه الله بالروح القدس والقوه الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس الله الاب يمسح يسوع بالروح القدس الثلاثه موجودون عندما تعمد يسوع في نهر الاردن ظهرت ثلاثه اقانيم كاشخاص مختلفين تماما يسوع ربنا عمده يوحنا المعمدان تراه يخرج من الماء والروح ينزل عليه كحمامة وترى الله الآب يتكلم من السماء ويقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت إذا ثلاثة أشخاص لكنه إله واحد لأن تثنية ستة أربعة يقول اسمع يا إسرائيل يهوى هو إلهنا يهوى وحده ورمي ثلاثة ثلاثين لأن الله واحد هو الذي سيبرر يعقوب اثنان تسعة عشر أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل وهناك مثال سيساعدك لتفهم وهو الماء كم شخص منكم يعرف أن الماء يأخذ ثلاثة أشكال مختلفة البخار والسائل والصلب أي الثلج لكن الثلاثة لديهم نفس التركيب الجزيئي ثلاثة اشكال مميزة لكنها شيء واحد اتتابعون هذا هو الاب وهذا هو الابن وهذا هو الروح القدس هل تريد المزيد من التعليم الفعال من جون وليزا بيفيو ان كنت وان كان شخصا تعرفه يتحدث لغه غير الانجليزيه ادخل على cloudlibrary.org اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبه الشامله كتب إلكترونية منهج تعليمي كامل فيديوهات وعظات مسموعة سجل لتستقبل التحديثات لأشياء جديدة اعرف المزيد على cloudlibrary.org إنه في الواقع أول أقنوم من اللاهوت يظهر في الكتاب المقدس تكوين واحد في البدء خلق الله السماوات والأرض والعدد الثاني كانت الارض قاحله وفارغه وكان الظلام يلف المحيط وروح الله يحوم فوق وجه المياه. انه يظهر في تكوين واحد عدد اثنين، اذا من هو الروح القدس؟ هذا هو سؤالنا. انه اعجب واروع واجمل والطف واحن وارق واقوى شخص على وجه هذه الارض. ربما تقول جون على وجه هذه الأرض: نعم، لأنه يجب أن تفهم أن الآب ليس هنا على الأرض، إنه على عرشه في السماء، يسوع ليس هنا على الأرض. أسمع الناس يقولون طوال الوقت: يسوع في قلبي. إنه جالس عن يمين الله. وقد قال الملاك بوضوح في أعمال واحد عشر وأحد عشر وبينما كانوا يحدقون فيه وهو يصعد وقف فجأة إلى جانبهم رجلان يرتديان ثيابا بيضاء فقال أيها الرجال الجليليون لماذا تقفون هكذا ناظرين إلى السماء إن يسوع هذا الذي رفع عنكم إلى السماء سيأتي ثانية بالطريقة نفسها بمعنى آخر سيأتي على السحاب هل أتى على السحاب؟ لا هناك من يظنون ذلك لكنهم في مكان ما حيث لن نستطيع أن نجدهم لكنه على العموم لم يأتي على السحاب بعد إنه عن يمين الله في السماء لأنه عندما كان استفانوس يرجم نظر وراء مجد الله ويسوع قائما عن يمينه كمحب ذلك كيف وقف يسوع ليأتي شهيده إلى وطنه ولكن أتعلمون يسوع هناك منذ ما يقرب من ألفي عام يسوع ليس هنا لا يهمني كم تقول انه في قلبك انه الروح القدس روح يسوع المسيح لان الروح القدس يشار اليه بانه روح الله الاب متى عشر عشرين يسوع هو الذي قال ليس انتم الذين ستتكلمون بل روح ابيكم هو الذي سيتكلم فيكم هل تعلم من الذي يتكلم في الان انه روح ابي لقد تعودت بل وجربت هذا قبل هذا التسجيل ان اجرب ان اعض عضتي اي شخص وعظ من قبل يعرف انه امر بائس لان هذا مفزع لا استطيع ان اعظ ولكن بعد ذلك اذ فجاه ماذا يحدث روح ابي ياتي علي وابدا اتكلم بكلمه الله اتتابعون احبه انه عجيب لم يتركني جافا ابدا ولم يتركني في الخارج لاجف لا يتركنا ولا يهملنا انه روح الله الابن قلت الروح هو روح الله الابن فيليبي واحد تسعة عشر فأنا عالم أن هذا سيؤدي إلى انتصاري من خلال صلواتكم ومساندة روح يسوع المسيح كيف يعمل الثلاثة معا كورنثوس الأولى 12 عشر من خمسة إلى سبعة تعطينا فكرة عن ذلك وهناك أنواع من الخدمات ولكننا نخدم الرب نفسه هذا يسوع وهناك طرق كثيرة يعمل فيها الله، وهذا هو الله الآب، وتعطى لكل واحد موهبة لإظهار الروح للمنفعة. كما ترون، ما يظهره ذلك لنا هو كيف يعملون معاً. إذا عندنا الآب يعمل، وهذا في عدد ستة، بمعنى آخر أنه يبدأ، وعندنا الابن الذي يخدم، وعندنا الروح القدس، وهو الذي يظهر. لكي نفهم هذا لنقل اننا نريد ان نبني بيتا حسنا ان كنا سنبني بيتا ماذا يحدث تحضرون مهندسا ومقاولا والناس الذين سيبنون البيت العمال صحيح رغم ان هذا مثل بسيط لكنه ينفع الله الاب هو المهندس ويسوع هو المقاول والروح القدس هو العمال الذين يبنون البيت فعليا، هو مظهر الخليقة، لأن يسوع قال في متى 12 28: إن كنت أطرد الأرواح الشريرة بروح الله، أسمعتم ذلك؟ إن كنت أطرد الأرواح الشريرة بروح الله، ولكن لوقا يقول: إن كنت أطرد الأرواح الشريرة بإصبع الله، إذا في نفس الموقف متى يكتب روح الله ولوقا يكتب إصبع الله. إذا الروح القدس هو إصبع الله، يجب أن تفهموا أمرا ما. اليونانيون دائما يكتبون بحسب الشكل. عندكم تماثيلهم ومثل هذه الأمور. الكتاب العبرانيون يكتبون دائما بحسب العمل. لهذا السبب هو ليس أصابع فعلية. هذا مثل إن أردت أن أوصل لكم كيف هو الروح القدس فيدي تعمل العمل الذي تريد رأسي أن تفعله فهو يظهر كإصبع الله كيد الله كذراع الله فأخرجهم بيد شديدة وذراع رفيعة أي أخرجهم بروحه إذا نظرت إلى مزمور ثمانية ثلاثة إذا أرى سمواتك عمل أصابعك إذا الروح القدس هو الذي وضع بالفعل تلك النجوم في مداراتها وضع القمر والأرض لأنه يقول عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتها هو من أظهر كل الخليقة لهذا يرف على وجه المياه منتظرا أن يبدأ المهندس ويخدم الابن بقوله ليكن نور لأن يسوع هو كلمة الله إذا عندما قيل ليكن نور كان هذا هو الابن يخدم بما قال الآب أن ينفذ والروح القدس جعل الأمر يحدث أنا أحب ذلك هذا جميل أنتم معي إحدى الآيات المفضلة لدي في الكتاب عن الروح القدس هي إشعياء أربعين عدد 12 من اسمع هذه الكلمات من قاس مياه البحر براحة يده فكر حمل المحيط في يده من هذا الذي قاس السماوات بشبره فترى الروح القدس وهو يوصف هنا بعمله. حسنا من كال كل تراب الأرض بالكيل؟ من وزن الجبال بالقبان؟ ويقول أيضا من هذا الذي وجه روح الله؟ او من هذا الذي علمه وصار مشيرا له من اعطاه نصيحه ليتعلم ماذا يفعل لا احد طبعا ومن علمه كيف يكون عادلا من علمه المعرفه ودله على طريق الفهم لا فها ان الامم كنقطه من دلو ويحسبون كذرات الغبار على الميزان ها انه يرفع الجزر على المياه كالغبار الناعم هذا هو روح الرب هل ترى كم هو قدير هل تدرك كم هو قدير تذكرون عندما قلت انه اتفق مع الاب والابن على ان ياتي ويسكن فينا هذا يجعلنا نسجد على وجوهنا امين بالنسبه لخليقه الانسان تكوين اثنان سبعه ثم شكل الله الرجل من تراب الارض ونفخ في انفه نفس الحياه فصار الرجل نفسا حيه من فعل ذلك الروح القدس كيف عرفت ذلك؟ لأن أيوب قال في أيوب 33: إن روح الله قد خلقني وإن نسمة القدير قد أحيتني. هو الذي نفخ في أنف آدم نسمة الحياة، ليس آدم فقط، لكن كل واحد منا أيضا، لأن مزمور 139 يقول: أعضائي كلها اسمع هذا اعضائي كلها انت شكلتها وكسوتها جلدا وانا بعد في بطن امي. في واقع الامر روح الله عمل كل شيء مما نراه. مكتوب في كتاب الامثال الله الذي كون كل شيء. هو الذي اظهر رغبه الاب الابداعيه، انتم معي؟ اذا الروح القدس هو الله. بماذا يُشار إليه وما هي أسماؤه كما ترد في كلمة الله؟ سمي الروح القدس ستة مرة، وروح الرب ثمانية مرة، وروح الله ستة وعشرين مرة. سمي الروح الأبدي، وسمي المعين، وسمي المعزي، وسمي القدوس، وسمي رب، وسمي روح الحق، وسمي روح المسيح، وروح المشوره وروح ابيكم وسمي روح مخافه الرب وروح المجد وروح النعمه لقد سمي روح يسوع المسيح وروح القضاء وروح الاحراق وروح المعرفه وروح الحياه وروح المحبه وروح الباس وروح القوه وروح النبوه وروح الاعلان وسمي روح النصح وروح الفهم وروح الحكمه وايضا روح القداسه احب ذلك انه هو روح الله القدوس فيسوع اعتمد على الروح القدس وقد حبل به بالروح وتعلم بالروح وتقوى بالروح لم يعمل ولا معجزه واحده حتى تعمد بالروح في نهر الاردن لان إنجيل يوحنا يقول إن أول معجزة كانت في قانا الجليل بعد أن اعتمد ونزل عليه الروح كان يقاد بالروح لم يقل إلا ما سمعه من الروح القدس يوحنا أربعة عشر قال يسوع ما أكلمكم به لا أتكلم به من عندي فالآب الذي يحيا فيّ يعمل اعماله لاحظ يسوع لم يقل الاب الذي في السماء بل قال الاب الذي يحيا في ما هذا يا يوحنا ما هذا تقصد انه يشير الى الروح القدس كابيه ولملاه انظر الى ما قاله الملاك ليوسف لا تخف ان تقبل مريم امراه لك لان الطفل الذي هي حبلى به هو من الروح القدس اذا لماذا لا يدعوه يسوع روح ابي انتم معي يسوع والروح القدس عملوا معا كواحد جنبا الى جنب عندما كان على الارض، ويسوع قال: ليس في وسع الابن ان يعمل شيئا مستقلا. ان كان يسوع قد احتاج تلك الشراكه المستمره مع الروح القدس حتى يتمم مهمته المهمه المعطاه له من الله، فكم وكم نحتاج نحن قوه من الروح لنتمم مهمتنا. لا أحد يعرف الروح القدس أفضل من يسوع لذلك نحتاج أن ننظر إليه أولاً أي يسوع حتى نفهم جيداً كيف نتفاعل مع ذلك الشخص العجيب من اللاهوت تقولون أمين؟ لذلك يقول يسوع في يوحنا 14 15 إن كنتم تحبونني فستطيعون وصاياي وسأطلب من الآب وسيعطيكم معيناً آخر ليظل معكم إلى الأبد. هو روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله، الخاطئ لا يستطيع، لأنه لا يراه ولا يعرفه، أما أنتم فتعرفونه لأنه يحيا معكم وسيكون فيكم، لن أترككم مثل اليتامى فأنا آت إليكم. في البداية قال يسوع: "إن كنتم تحبونني فستطيعون وصاياي" اليس هذا شيق كمقدمه لذلك يتكلم عن الروح القدس وطاعته وربوبيته وكلمته الامر الشيق هو ما يقوله بطرس في اعمال خمسه ونحن شهود لهذه الامور وكذلك يشهد الروح القدس الذي اعطاه الله لاولئك الذين يطيعونه لنتكلم عن ذلك الله يعطي الروح القدس للذين يطيعونه لاحظ ان يسوع قال سيعطيكم معينا اخر انظر إلى كلمة آخر هناك كلمتان يونانيتان تترجمان آخر في العهد الجديد الكلمتان هما هتروس وآلوس حسناً هتروس تعني آخر من نوع مختلف آلوس تعني آخر من نفس النوع السؤال هو ما الذي يتكلم عنه يسوع هنا أريد أن تفهم شيئاً ديفيد تعال ها هو ديفيد ديفيد اعطني هذه حسنا الان ان اعطيت ديفيد ابقى هنا ان اعطيت ديفيد تفاحه واكلها ثم قلت لديفيد هل تريد اخرى ان اعطيته برتقاله فقد اعطيته فاكهه اخرى ولكنها من نوع مختلف وان اعطيته تفاحه فهي اخرى من نفس النوع هذه هيتروس وهذه الوس يسوع يستخدم أيتهما شكرا ديفيد يسوع يستخدم أية كلمة هنا كلمة آلوس إذن فهو يقول الروح القدس سيكون مثله مثلي تماما مطابق يقول معينا آخر قل معينا الكلمه اليونانيه هي باراكليتوس وهذه الكلمه تستخدم لوصف يسوع عندما يقول لنا شفيعا عند الاب في يوحنا الاولى اصحاح اثنين هذه هي في الواقع الكلمه التي تصف وظيفه يسوع معنا كانه باراكليتوس ما معنى هذه الكلمه اليونانيه كانت هذه الكلمه في الواقع تستخدم لوصف المحامي الذي يترافع في قضيه شخص وهي ايضا تعني مستشارا شخصيا او مدربا خصوصيا كلمة باراكليتوس يمكن أن تنقسم إلى بارا وكاليو. بارا معناها قريب جدا. استخدم بولس تلك الكلمة بارا ليصف علاقته بتيموثاوس. لم يكن هناك من هو أقرب إلى بولس من تيموثاوس، صحيح؟ لقد استخدم تلك الكلمة ليصف قرب تيموثاوس منه. أتتابعونني؟ زوجتي ليزا هي بارا لي. لا يوجد من هو أقرب إلي على وجه الأرض من ليزا بيفير. يمكنني أن أستخدم هذه الكلمة لوصف علاقتي بها، أتتابعون؟ كلمة كاليو معناها يشير إلى أو ينادي، هذه الكلمة استخدمت كثيرًا في الكتاب المقدس عندما كان الرسل يصفون دعوتهم، مثلًا عندما قال بولس أنا مدعو رسولًا للأمم، كلمة دعوة مرتبطة بها وتأتي دائمًا معها، أتتابعونني؟ فإذا وضعتهما معا تعرف ماذا يقول يسوع، يقول: إن الروح القدس مدعو أن يكون دائما بجانبنا ليدربنا طوال مسيرة حياتنا مع الله. في واقع الأمر هذه هي دعوته ومهمته وهو يقوم بها باستمرار لأن يسوع قال: ليظل معكم إلى الأبد لن يترككم ولن يهملكم. هذا جميل. يسوع يتواصل معنا بالضبط كما كنت انا معكم سيكون هو ايضا معكم اتتابعون كثيرا ما اسمع من يقول اه لو كان لدي فرصه لامشي مع يسوع كنت سالت اسئله كثيره جدا لماذا لا تسال الروح القدس تلك الاسئله هل تعتقد انه كيان او مجرد تاثير ياتي من الله ام تؤمن بحق انه شخص إن كنت تؤمن أنه شخص ستسأله لأنك تعرف أنه كلي المعرفة. أنتم معي؟ سأقول ثانية أنه من أكثر الأشخاص المهملين في الكنيسة. أنتم معي؟ لأنه كم مرة نذهب إلى الكنيسة ولا يُذكر أصلاً، كم مرة يقضي المؤمنون يومهم ولا يقولون كلمة واحدة لمن هو مدعو، دعوة مستمرة في داخلهم أن يسير معهم. أنتم معي؟ قال يسوع ما يعصف الذهن في يوحنا 16 سبعة لكني أقول الحق لكم كان معهم لثلاث سنوات ونصف وكل ما قاله تم قال يا ريح هدأ فهدأ قال ستجدون حمارا هنا دون أن يدخل على موقع إي بي وقد حدد لهم أين يجدون الحمار صحيح؟ كان يعرف انه يوجد لص بينهم وقالها وحدثت وقال ما سيحدث له في اورشليم ان رؤساء الكهنه سيسلمونه لايدي الخطاه كل ما نطق به تحقق ثم يبدا هذه الجمله بعد كل هذا هكذا لكني اقول الحق لكم بمعنى اخر ما سيقوله عاصف للذهن كان يتاكد انهم يفهمون انه لا يكذب من لم يكذب ولا يعرف الكذب عليه أن يقول لهم هذا هو الحق يا رفاق ما هو الجزء الباقي من الآية؟ إن ذهابي سيكون لخيركم ما لم أذهب المعين باركليتوس لن يأتيكم أما إذا ذهبت فسأرسله ترجمة أخرى أحبها أكثر تقول أفضل شيء لكم أن أنطلق لماذا أفضل شيء لنا أن ينطلق؟ لماذا؟ لماذا؟ فكر لو بقي يسوع لم يكن سيتاح لنا وقت لنتكلم معه أو ليقابلنا، سيكون علينا أن نستقل طائرة إلى تل أبيب ونؤجر سيارة ونقودها إلى الجليل. إيجاده ليس صعبا لأنه محاط بألفي شخص ينتظرون أن يصلوا له ليسألونه سؤالهم. وكان يجب أن ينام أو يأكل. فربما يكون عنده اربعه عشر ساعه لنا والناس ياتون بغزاره ليكلموه لكن عندما تفكر في الروح القدس وهو بالضبط مثل يسوع يعلم مثل يسوع ويخدم امور الله مثل يسوع الروح القدس لا يحتاج ان ينام او ياكل ويمكنه ان يدير عشره الاف حوار في نفس الوقت مع عشره الاف شخص لهذا قال يسوع ذهابي سيكون هو بخيركم ففي المحاضره التاليه سنتكلم عن علاقتنا بذلك الاله العجيب